طالب لقاء قانوني موسع بالعاصمة صنعاء بسرعة العمل على ما يكفل قيام آليات الحماية المحلية والجهات المعنية وتفعيلها للإجراءات بضبط وملاحقة ومحاكمة قيادات العدوان بالمحاكم الدولية ومرتزقته وأدواته أمام القضاء الوطني. أقيم اليوم بأمانة العاصمة لقاء قانوني موسع في إطار تعزيز التعبئة العامة لمواجهة العدوان ودعما للخيارات الاستراتيجية بعنوان مشروعية كل الخيارات وردع العدوان حق كفلة كل الشرائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية. مشروعية كل الخيارات في مواجهة العدوان، وقد طرح في الندوة الكثير من القضايا المتعلقة بمسألة الشرعية، شرعية عبد الرب منصور هذه التي بني العدوان على أساسها، وهي عملية بنائية فيها كثير من المغالطات وفيها كثير من تزييف الوعي وفيها عدوان على مقتضيات القانون الدولي والقانون الوطني. اللقاء القانوني أدان صمت المجتمع الدولي وامتناعه عن القيام بواجباته، بل امتد إلى التماهي والتسهيل للعدوان على بلادنا، ما يظهر جليا من القرارات الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة تجاه بلادنا، وتحديدا قرار رقم 2216، ففرض الحرب والحصار يتعارض مع ذريعة مساعدة الشعب اليمني على تداول السلطة وانتقالها لتجنب الحرب الأهلية. اجتمعنا اليوم هنا في هذه الندوة لكي نقوم بتقييم المعايير القانونية التي وجب عليها الآن توحيدها كصف واحد ضد العدوان، والمناقشة المراحل الذي وصل بها هذا العدوان الغاشم من جرائم ضد حقوق الإنسان وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، وأيضا مناقشة العديد من المواضيع التي قد تخرج بتسوية في كيفية توحيد الجهود القانونية والسلك القضائي والقانوني في مواجهة العدوان. فيه إدانة مباشرة للعدوان الذي تباشره آلة الحرب الصهيونية على اليمن، والجرائم التي ترتكب ضد أطفال اليمن ونساء اليمن والمدنيين في اليمن، بل والبنية التحتية للشعب اليمني التي تدمر بتعمد من قبل آلة الحرب الصهيونية. البيان الختامي أكد على سرعة العمل الذي يثبت قانونا عدوانية ما تقترفه السعودية من جرائم حرب في بلادنا لفضحها أمام شعوب العالم، ما يضمن تحرك المجتمع الإنساني العالمي للضغط على النظام الدولي لتصحيح مسار آلياته، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بما يضمن قيامها بواجباتها لردع العدوان على بلادنا. لقناة اليمن، مروان العصامي، صنعاء.